مال الدار. يا مال الدار. وادخل ادخل ادخل ادخل. ندخل. وادخل. اخو. واي السلام عليكم. سلام يا ما. شبيه؟ والله لا، شمل؟ والله لا، شبيه؟ شبيك لاباس؟ عليه؟ اخي هاجمين على الديار، ايش عندنا قلوب لا بتش الزهر؟ شبيك؟ شبيك؟ ما تخافش، خايف، ما تخافش. وجهي وجه ولا هيئتي بتاع بركة جات. يا رسول الله انت داخل هكاكا فرندت كذا، شكون سيادتك؟ اش تحب عندي؟ اخي تعرفني؟ شكون؟ انت شكون؟ انت شكون؟ مش ناي شكون؟ عجب؟ توني جيت لدارك ولا انت جيت لداري؟ انت جيت لداري، اي جيت، اي انت شكون؟ اي نجي لدارك، انت تقول لي شكون؟ باي غدا اش عمرك؟ علاه تتلعب ولا باس تتلعب على عمري؟ يعجبك الحديث؟ صباح قلت له معفوني من جد ضم الخدمه، غدا اش عمرك؟ ما تعيطش علي، عمري سلاته، تتلعب على عمري ولا باس؟ يا اخي بهلول، قول لي كان بهلول، قول خلال... بالله بهلول على قد مخك قدامك بهلول، انا بهلول، هكا معناته. ايه ما دخل عليك احترم نفسك يا سيد، انا موظف تابع وزاره الصحه. ايوه صارت تتابع وزارة الصحة. اي مرحبا بها عاد كي دارتنا الصحة. هي ايش عملتولي يا رسول الله؟ جاي على الكرني؟ هي على الاقل جبت ليش الكرني؟ المرأة مش تولد على الشر اخر يدخل شهرها ليه؟ ايش عملناك يا رسول الله؟ يا ردي كملي شنو على الكرني؟ جاتك على الكرني؟ انا جاي على الكرني يا اخي. ما قلتليش بتاع الصحة تو؟ انا سالت بتاع حاجة ولا ما سالتكش؟ تقريبا سالت. هي ايش سالتك؟ سالتك على عمرك ولا؟ هي هي ما سالتكش على عمرك؟ لا عجب. قلت لي قداش عمرك؟ قداش عمرك؟ جاوبني تو نجاوبك. في الوقت اسال على عمري ما يعجبكش تو. قلت له معفوني من الخدمه، جاوبني كلمه واحده قداش عمرك تو نجاوبك. عمري عمري لله محمد رسول الله، ما تنديش الكذب. كان صدقني ربي، لا كان صدقني ربي بين ال 35 وال 60. حابس صاد، حابس 35. دونك امورك يعني انت 35. اي 35. 35 تدخل في القانون انت. شنو هالقانون زاد احنا نشوف كل نهار قانون كل نهار هابطين علينا بقانون. 35 ما هو 35. لحظة تو قلت شنو هي عانات هذه ولا شنو؟ هذه عانات تو لاين باللي عانات هنا. بس هي فهمني الحكاية يا أخي، دخل عليا كاكا للدار لا فهمتني حتى شيء. حداثة منه حداثة منه شوف الدار معاك. عندي ممارس بالك الشرطة أنا، قلت لك الشرطة طايشك البر، دقك في الحبل. بالله والله والله طايشك أنت انت طايشني بالحبل. نخدم يا سيدي، انا خدمتي يا سيدي. ايه تخدم فاش تخدم؟ اخي انا ناديتك قلت لك تخدمني. يا احمد ربي جاتك للدار، هاك محطوط في الليسته. يا سيدي ني بهلول، ني بهلول، ني بهلول، ني ناقص لي. يهديك ربي، انت شكون؟ انت شكون سيادي؟ يا ودي عمرك 35 محطوط في الليسته. ليسته شنو هي؟ الليسته 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 الليسته. لازمك قلب الاستواء. لازمك زراقه، لازمك زراقه عايش. زراقه؟ زراقه شنو يا سيدي؟ زراقة التلقيح يعيشك التلقيح. تلقيح؟ ليه يا بابا؟ تخذر لي برشني قدامك تلقيح يعيشك لحديك. لا دي قاعدين نلقحوا. باي باي في بالي بيك، مو من الاول تقول لي راني متعشيه. والله يمكن عايش دب على الواح يا حاطم. كانت عندي يا عندي بهيم حشاكه في القريش، كانت تحب تضرب له زراقه هاي برا. يا دي انا باهم بتاع باهم انا بتاع النعاج. يا دي نلقحوا للعباد للمواطنين اللي اعمارهم بين 25 و 35. نلقحوا للعباد؟ لا يا سيدي مانيش عبد، مانيش مواطن هنا، هذه اخر طلعه. وزيدني يا بابولي زفو، وين ماشي يا بابولي؟ لا يا سيدي انت ما تتراجعش، تشد لي في 35 وانت مواطن بالصفه عليك تبقى مواطن تونسي، ما دامك تتنفس والدوله مخلياتك تتنفس معاها، احمد ربي تسمى مواطن. تو مش تنكر في المواطنه بتاعك. توني مش نجم نتنفس مع الدولة يا رسول الله، مش نجم نتنفس مع الدولة يا رسول الله، وسيدي على بيك على طرفة الفت، لا تو نقطعوها الفت، يا أخي مش تقتلونا تو ولا شنو؟ الزراقة هذه زراقة شنو تو؟ هذيك حديتك ولا تفدلك تو فهمني؟ هذي تسخرني تفدلك ولا شنو؟ الصباح والرباع يا رب تو هذا بمخها ولا بليه؟ يا أخي تجنني باقي تعاود فيها بمخها؟ يا ولد الشباب الشباب اللي عمره بين 35 و 25 لازم التلقيح ضد الحصبة، مش نعاود لكم التلقيح. هذا آخر طلعة تو. أي. تو رئيس الوزراء بتاع فنلندا عمره 34 شد رئيس الوزراء. وين 35؟ جاي تلقحوا له. تو هذا حديث 35 عام تلقحوا له تلم هذا صغير. إي أحمد ربي الدولة خمت فيك وتحب تلقحوا. والله العظيم تفضحوا له قدام شباب العالم الكل، تفضحوا له. شباب العالم الكل شو تضحك علينا.
احمد ربي انت جيتك لهنا لباب الدار والدوله تحب تلقح لك يا سيد. ندير ليه في الروضه لقح جيت لقح لي يا بنت ولا شبيكم؟ عشان عاودوكم بالتلقيح. لا 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 ما تهني ملقح ولي راني ملقح من الضغط والميزيري والهم لدرجه تلقحت يدي ما هوش على كيفك يا سيد، هذا التلقيح اجباري يا عيش. جب اجباري. تو هالحداثه هذه متجد علي ليه؟ تو ريتوه الشباب وتو شفتوه الشباب ها؟ تو شفتوه الشباب. احمد ربي هاو شفناها تو. شفناها. الشباب ماشي على بيه كالربي ميت في الدولة هذه خم في الشباب هي الدولة خم في الشباب الشباب هو ميت في البحر وهو مخوجات الحراب والزتلة والجن والشوابين هون شد الكراسي وتو جاي تحب تقصد عليه الشباب بالدلال بالدرقولة هملت أخي الدولة ولا شباب تاكم اللغة شو دمك جوفيكم في البلاتوات تاع التلافز الدولة خم في الشباب يا سيد قال الزتلة احنا تجيبوا فيها الزتلة والحرابش شكون اللي يجيب فيها الزطلة؟ لا خالف ما نجيبوش فيها، أما تعرف شكون اللي يجيب فيها؟ إي نعم تعرف شكون اللي يجيب فيها، وتعرف شكون يروج فيها، أي خليني ساكت عاد. خليك ساكت، خليك ساكت خير، خلينا نقوم أنا بواجبي، إحنا راه جيناك باش نلقحولك ضد الحصبة طالما السياسة ولا الرأي قضايا، إحنا راه باش نلقحولك، أفهم يا بمخه. يا ودي ما تلفاش قام تلقحولك. تهمنا مصلحتك، صحة المواطن تهمنا يا سيدي. تو الدولة ولا تهمنا صحة المواطن، ها؟ تو الدولة هذه تخاف على المواطن، تهم رزقها وحطوهم في كردونة، وقالوا باش نعملوا لجنة، ما صح حد شيء، وما ظن حد شيء، وتو جاي باش تلقحينا، تو اللي يهم يعنيكم الشباب. هذاك امشي على روحه، امشي على روحه، تو احنا مش ندخلوا في جديد، تلقيح هذايا مضمون 100%، ريتها مضمون، المهم احنا تهمنا صحتك يا مواطن يا عيش، ويجعلكم ترضوا علينا. يا ولدي هالحداثة اللي جابتها لنا هذه ليش عملنا لكم كل مرة مهبطين علينا السخطة؟ ليش عملنا لكم يا رسول الله؟ خي الدولة بتقتل شبابها، الدولة بتدرق لشبابها، يا حليلي عاد الدولة بتقتل شبابها، يا حليلي عاد الدولة بتدرق لشبابها، يا حليلي عاد الدولة يا حليلي عاد الدولة يا ولدي صلي على النبي يهديك ربي ليه أنا نصلي على النبي؟ خلوا الواحد يصلي على النبي، تاك مش تقتلوه الشباب وهو يمشي. أما خير أنا الشباب قاعد يزرق نزرقوا له بمضمون قانونيا وعن طريق وزارة الصحة ولا يقعد يزرق منه مقاتل. مين مضمون؟ يا ولدي ما تقول فيها مضمون مضمون وفي الآخر يا ولدي مضمون صلي على النبي خلاها في راسي ناي خلاها في راسي شنو خلاها في راسي؟ صير لك حاجة هاني هاني موجود. أي 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 شوفك الحداثة محسوب كان تصير لي حاجة مش نلقيك يا ولدي اللي تقوم عادي تلقاني تحب تخليك بطاقة تعريف. ما تخليليش ما تخليليش. أنا نقول لك مضمون التلقيح. وين مضمون؟ كيفاش مضمون؟ شكون يضمن؟ من فرنسا التلقيح هذا جبناه من فرنسا. من فرنسا والله يا فرنسا ما تسيبنا لما تقضي علينا تبعوا فرنسا تبعوا فرنسا بالله تبعوا فرنسا تو الحق فينا احنا خممنا في الشباب وخممنا في المواطن باش نلقحوا له والله الحق فينا عاد كي خممتوا زاد خممتوا في الشوابين اللي شادين الكراسي ولقحتوا لهم ضد النهبه والسرقه والكلب على الكرسي شعلنا في الموضوع هذا تو احنا لاهين بالشباب شعلنا في الشوابين هذاك فات فيهم سيبوه الشباب خلوهم ريد ما لا دوله ولا ياس تحلت في ما تعرفش شكون حبس هالدوله استناني عاد كيف استناني ما تقول شيء اجباري يا ودي راهو اجباري لازم بالسيف عليا انت باش نلقح لك يا ودي قلت لك راهو شنو هي بنسى سامحني لا لا لحظه شنو بنسى راهي عاد نحي الجب استناني يا اخي هبلت ولا شبيك نحي الجب احترم روحك شنو رويح نحي الجب نحي الجبهه باش نلقح لك لا لا ما تلقح ليش اخوي هذا خير طلع يا ودي اجباري التلقيح يا ترى نعطيك احواج اخويا ها ترى نعطيك احواج وبرا بعدني انا عامل بخدمتي انا عامل بخدمتي انا عامل بخدمتي يا ودي اخويا شنو هذا؟ اخي بهيم قدامك نية يا معلم راني نكلم فيه نسمع فيك نسمع فيك استهدى بالله استهدى بالله بالله يسيبني انت ماشي شكر يا عاد والله يا ما نحبش الدراري قالوا تقول لي معمولك الرب يزي وسع بالك وسع بالك يا ودي شو تخايف ترضاهر روحك انت ترضاهر روحك اخي الدوله راهي مش تخلينا وانت ترضاها كل واحد نتعدى اللقحله نضرب ساعتين عاد اربع ما تفهمش في السياسه لا حشب خويا خويا ولا لا حشب ولا لا برتب برتب لا حشب خويا يا دوله خويا لا حشب يا دوله خويا يا ودي اركع ما تسكش خويا يا دوله يا دوله يا منور ايش اشد معاه ايش ايش منور شد وغادي شد لراس شد لراس الدولة الدولة تلقى عليك ما دولة اه دولة اه يا ودي اصبر الله في راسي تصير لك حاجة اجاني لي انا بعد ما لك الراس يقول بعد ما لك الراس صلي على النبي صلي على النبي خلها في راسي تصير لك حاجة كثير لي حاجه مازالت عندي رجلي باش نجم نجي عليك انت تخلوني نمشي كاين هاك الراسي تو نزلت الشغل لك شنو هذا شنو هذا كيف هي مقدم
طيب ظل قدامك هيك نكبك انت بدا سك ها هيك نكبك هكا سك ولا من اشتاف من هك يا هبط عاد لا 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 برأسك كيسوك لا تخل ايش يا ابنو يا ابو تعال تعال داروش داروش بعيط لكش